العرسين هذه من دينا القديم. السلام عليكم. السلام عليكم. وزيد بن واحد وانا باغي نمشي بحالي نمشي تاكسي بغير كفي كيضرب بغير. خليني نجيب لك. ما على حيت شاف هذه الفلوس. لا لا رفيد دو مريح معاه يعني بونياس شكون هما هادو شكون شافوا شفت التسجيل خصنا نعرفوا شنو هو شفت قانوني ولا ماشي قانوني شنا مرحبا ولكن عطاو السلام عليكم شكون هذا باش نعرفوا باش نعرفوا مرحبا ما كاينش مشكل واش هي انا واش بغا نكتب الطاكسي تقول لي هرب من الحجاب مشاهدينا الكرام مباشرة معكم من شارع مسيرة للاعتداء على صاحب سيارة أجرى فضل لحظات وتم القبض على الجاني. يعني تم القبض عليه في الحين ليعتاد على سيارة الأجرة وشحم بالحجارة. السلام عليكم ورحمه الله. شوف خويا انت سائق مهني خدام بالليل على وليداتك تعرضتي للاعتداء شنو وقع؟ صافي تفضل. السلام عليكم انا سائق مهني كنت جيب في شارع اونفاق سياره الاجره جيب في شارع اونفاق تعرض لي واحد الشخص وما جوج السيد الاخر اللي معاه هو ضحيه والسيد الاخر كي فارس ياباني انت كتشوف شنو اييه فهمتي ومن بعد بدا كيتشدد علينا بالحجر كلشي كوت حنا تقريبا واحد 5 ولا 6 ضحايا اللي داز الاول فيروش كيبركين هاد السيد هذا تعدى علينا وتعدت على رجال الامن راه السيد مضروب في يده والاخر مجروح في يده وغادي تتابعوا تابعوا قضايا صافي مرحبا شكرا لسي مرحبا خويا مرحبا اسمحوا لي بزاف لا مرحبا مرحبا انا واحد التصريح ديال صاحب سياره الحجره خد خد الدراجيج غادي خديته معاه هو اصلا هذا السيد مسكين هذا دابا مشكل عرفتي كيف كمل 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 هذا السيد هذا كان غادي يركب في طاكسي مع ذاك السيد الاخر المجهول الاسم ما عرفتش سميتو اللي هرس ليه الطاكسي
جاي تابعه من المدينه، والسيد كيسكن في منطقه الرحمه في ولاد حمل. يعني كنعرفوا هذا تا هو مسكين راه عنده الطاكسيات، فهمتي؟ وهذا السيد غنضطر تنعيا تدي عند ولاده لان كنعرفوه، فهمتي؟ السيد فهمتي محتار، بغى يركبني بغى يركبني بحال يدي، هو كيضرب بنادم بالحجر. علاش يضربوا؟ علاش؟ لا لا لا، كترزق مسكين دوار. للمشاهدين الكرام، الى هنا ينتهي هذا الفيديو.